ورجيني هيك لشو؟ يا عيني شو هالقناطة؟ جاية كثير مالك؟ هلا رح يفكروك إيه؟ انت العريس. ايه والله اكيد رح يخربطوا بينك وبين فريد. باي حلو. يلا باي عريس، مع السلامة. ما احلى هالولد. وين كانت اختك كل هذا الوقت؟ ما عرفتي شيء؟ انا لهلا ما فهمت وين كانت. يعني وين بدها تكون؟ بتكون قاعده تطلع المرجوحه بشي حديقه وبعدين راحت لعند عزيز. شو هالحكي هاد؟ كيف يعني؟ ايه مثل ما عم قلك، يعني اكيد بتكون متوتره. جبنا العريس عظيم بحجم فريد اصلا، وهي وياه لبقوا لبعض، ما عاد حمل عقله بقى تتجوزوا ولا ما تتجوزوا. هبلة لنشوف هلا. منيح اقتنعت انها توقع، بس انا ناقصني قلبي، رح ضلني متوتره لحتى يكمل كل شيء على الاخر. هيك ناظمه اغرب انسانه بالارض. هلا الكل بيقولوا انه انا المجنونه، بس الصراحه اختي المجنونه، وليش ما حدا بيصدقني ما بعرف. اخ منك. يلا تعالي. سعيد قل لي شو وضع شعري والبابيوني؟ شوفهم مناح شيء؟ اوه غير شكل. مبروك. الله يبارك فيك. ألف مرحبا سعيد. مرحبا وسهلا. يلا بالاذنك معك، تفضلي حبيبي. يا ترى رح يمرق العرس بلا مشاكل ولا لا؟ شوف فريد، نازلي هون وهي انت هون والمدعوين كمان، وطارق جاب موظف البلدية، وبدر اجا وضعه ممتاز، على الاغلب انه رح يمشي الحال. هي وعزيز عم يطقوا حنك وانا عم دور عليها مثل المجنون. بيروق هاي اليوم انتو رح تتزوجوا وبينتهي هذا الوضع، يعني رح تصيروا زوج وزوجة. سعيد شبك فريد؟ عم غير لك جو، شو حكينا؟ كلنا مفكرين انه هذا الزواج مزبوط، ليك ما بدنا ينكشف الوضع، بكفي اللي صار فينا. اصلا الكل بيعرفوا انه السرع بهذا الزواج مشان بدر، لهيك ما حدا رح يشك بشي، لا تخاف ابدا. ما لازم اي حدا يشك انه متفقين على هذا الزواج، ولا تنسى لازم يبين انه زواج عن حب. يعني انت وياها ما بتحبوا بعض؟ خالي كيف شايفني بهالبدله هي؟ مو طالع مثل العرس قد مو حلو؟ لك طالع احلى مني اليوم يا حبيب قلبي. خالي حتى أنا فيني أتزوج كمان، بس ناقصني بنت. مرحبا. أهلا وسهلا. إن شاء الله ألف مبروك. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. نورتوا شرفتي. مرحبا. يلا. وين نازلي؟ ما نزلت؟ بدها شوي. إيه حقه. يا بنات انتبهوا، نازلي إجا. طمنيني، والله بتاخد العقل قد مو حلوه. نازلي طالع كتير حلوة، منيح اني اجيت وشفتك. يخلي لي اياك يا حلو انت. ليك يا روحي، انت اللي رح تجيب لي الحظ اليوم. عن جد؟ يعني انت لغيتي اول حفلة عرس لاني ما اجيت؟ يلا تعال. يلا. نحن أول شيء بدنا نرحب بضيوفنا الأعزاء عن العرسان
نازلي بينار وفريد أصلان. الحقيقة العرسان اجوا قدموا لنا طلب للزواج، وبعد تقييم طلب العرسان ما لقينا مانع من زواجهم ليكونوا عائلة، بس هلأ لازم نسألهم قدامكم انتو. نازلي بينار، بتقبلي انك تتزوجي من فريد أصلان بكامل إرادتك الحرة وتعيشي معه على الحلوة والمرة وتكملي معه باقي حياتك؟ ايه بقبل. يا سلام، مبروك. طيب فريد أصلان، انت بتقبل انك تتزوج من نازلي بينار وتعيش معها على الحلوة والمرة بكامل إرادتك الحرة وتبقى معها العمر كله؟ بقبل. عبال عندك. تشهدوا على هالزواج؟ نشهد. نازلي تعسي على رجله. صح اختي، تعسي على رجله. لا تستحي. ايه يلا بك، يلا تعسي. تفضل. شكرا. وهلا انا بالصلاحيه الممنوحه الي بعلنكم زوج وزوجة. الف مبروك. مبروك. ان شاء الله. الف مبروك. يلا وين البوسه؟ بوسه 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 بوسه. Zamanın eli değil bize, çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Lak ente şu an yisir ma? Leş ana şu amelet? Ma amelt şi. Bas min gher asdak. Ente betkun he. Kif bedi eşrah lak? Afu kteer. وعفويتك مو بس لأنه نحن هون، لا، أنت بتكون مع الكل عفوي. شخصيتك كتير مرحة. Şansım olsun. Başka yer, başka.
zamanın eli değdi bize, çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Zaaflarına bir gece, hatalarına bir nilüfer, sevgisizliğine bir kalp verdim. Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Artık geri ver, geri verilmez hiçbir yanılgı. Dokunma, emanet et sen de benden kalanları. Jai, jai. Bana beni geri ver, bir şansım olsun. Başka yer, başka. الكل بالعرس هلا. ليش ما رحتي؟ لأنك حالياً رح نبقى هون لنشوف المحكمة وبعدين منقرر. على خير. ألف مبروك مرة ثانية. مبروك يا عروس، الله يهنيكم. شكراً كتير إليك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. يلا بخاطركم، خلينا نشوفكم بأقرب وقت. الله معكم. اضحكي شوي. عم حاول اضحك. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ نازلي هلأ أنا شو رح أعمل من دونك؟ شكراً. فتولاد بالغي كل هالقد؟ والله ما عم بالغ، عم قول الحقيقة. لما شفتك هون ما بعرف شو يلي صار. رح تكوني بهالبيت وأنا رح أكون بعيدة. بالأول كنت ناديلك من غرفتي وتردي فورا، وكان يواسيني هالموضوع هاد. معقول اللي عم تحكي؟ لا تنسي إنه في موبايلات، بس الدقيقة اللي تكون عندك. ليش فيني أتركي؟ وعد وعد يا روحي. اجيت اختي. خير ان شاء الله. الف مبروك، الله يهنيكم انت وياه. وهي صرتي عروس وست البيت يلي فتي عليه طباخه. انا هلا لتاكدت انه الطريق لقلب الرجال بمر من معدته، لهيك لازم اتعلم الطبخ ولحق حالي. الله يبارك فيكي اختي. انت جربتي تاكلي قتله بكعب لابسته عروس شي؟ لا. شو رايك تجربيها هلا؟ وقفي منيح نازلي. ما بدك تزتي باقة الورد؟ في كتير بنات ناطرين هون يشوفوا حظهم. ايه ايه، لك كيف نسينا هالشي؟ اختي لا تتحركي، خليكي هون. يا بنات تعوا لهون. يلا يلا قلي رح تجنني. وانتي كمان اقبال خانوم، يلا تعي. الزواج ما بيعرف عمر. نورمان يلا تعي جربي. يلا يلا تعال جمعي. وقف قدام، يلا وقف وراي. ما بلمت وقف قدام. انا فتون لازم تمسكي الباقة. قلتك بقدر امسكها؟ يا بنات دقيقة، بدي اقول شغلة. فتون كتير طويلة وهذا ظلمها. بس انتي لسانك طويل نورمان. صحيح انه يابانية بس عندها خبرة بالبشر. الكل جاهزين؟ جاهزين. وهلأ رح بلش العد. واحد لك ايه، اثنين. يلا بابا. طارق لك شو هالحظ؟ عقبالك طلعت من نصيبك. لا بظن هاي مو من نصيبي، لأنه أكيد في خطأ بالرمية. بتوقع أنا مالي نصيب. بس مو بيصير هيك، معناتها لازم تعطيها لحدا له نصيب بالقصة. طيب وطالما لازم أنت مانك بحاجتهم. أنت بكير عليك أصلا. هي إلك. إلي أنا؟ شكراً كتير. لا العفو. وإن شاء الله عقبال عندك، وبنشوفك عروس كمان. خلصنا. وهلأ يلا يا بنات. تعرفوا أنه فريد ونازلي مروا بيوم متعب كتير، لهيك شو رأيكم نترك العشاء لحالهم ونمشي؟ تفضلوا يلا. مبروك. تفضلي. باي اختي. ألف مبروك بيبي. ما طلعت إلي.
مو بهالسهولة هي. أنا ما رح خليك تفرح. أنت ما بتعرف لسه ديما أوندر. يلا بخاطرك بدك شي؟ سلامتك. لسه في حدا بالمكتب شي؟ يعني قديش انتو بتحبوا الشغل يا جماعة؟ ما عاد تعرفوا تروحوا بقى؟ وهلأ رح نشوف من وين لوين عم تروح كل هالشاحنات هي يلي رح تحرق فريد أصلاً. يلا لهيا. أيوة لهلأ ما نصدق أنكم تزوجتوا، مستغرب من هالشي. والله ونحن مستغربين كمان يا روحي. خالي أنت رح أجي لعندك على البيت، نحن لازم نجتمع مع بعض مزبوط؟ مو مطولة، قربت. بعد سنة؟ شو سنة خالي؟ كتير هيك شهر؟ رح أعمل اللي بقدر عليه. أنا ونازلي بدنا إياك تجي لعنا بأقرب وقت، ما هيك؟ أي مزبوط فريد، نحن منضوج بهالبيت بدونك، لهيك رح نستعجل. حلو هالكلام، معناته بس أجي رح نلعب مع بعض ورح نعمل كل اللي بدك اياه ورح ننبسط سوا. يا سلام بحبك. وانا وانت كمان بحبك خالو. يلا باي. بشوفك. الله معك فريد بيك. ان شاء الله الف مبروك نازلي خانو. مبروك. سلام. شكرا. خلصنا. لا ما خلصنا، كل شيء رح يبلش من اليوم. انتبهي ما تشقي. ايوه ينشأ ما بيهمني بنوب، اصلا انا بدي احرقه بس اشلحه فورا لاني كرهانته كتير. وانا كرهت هالبدله، يلا منحرقهم مع بعض. تعبت طول اليوم وانا عم مثل اني بحبك قدام العالم. عن جد معك حق، امتى رح تخلص قصة راكان لحتى نروح نتطلق؟ بدك تصبري، رح اشتغل بكل طاقتي وحاول امسك على راكان اي شيء. لا تقلقي انا كمان مو ناوي اتزوجك على طول. لولا بدر يا استاذ، انا ما كنت تنفست الهوى اللي انت بتتنفسه ابدا. وانا نفس الموضوع نازلي. شيء حلو كتير، بس بثلاث ساعات وصلنا للي بيوصلوا له المتزوجين بعد ثلاث سنين من الزواج على القليله. خليكي فخورة بهالشي. أنا كتير فخورة، عن جد بتضحك، يعني كل شي صار هو ذنبي لحالي. ما أنتي عطيتيني وعد بالزواج واختفيتي بيوم العرس نازلي؟ أنا والله ما فيني ضل سامحك على طول. لا تسامح، وبنصحك إنك ما تفكر تسامحني أبداً، لأنه أنا ما رح أقدر سامحك بحياتي كلها. أنتي ما رح تسامحيني؟ ليش أنا شو عملت لك؟ قلي لي شغلة واحدة، يلا قلي لي شو عملت لك. مو كتير مهم، مو وقت هالحكي، رح أروح لبدل تيابي لأنك وترتني. عفوا. بلا هالمزح. نازلي اهدي شوي، بلالك هالزعل هاد. هلأ خدي نفس عميق، خلي عميق كتير وخلي هالنفس جواتك، وهلأ طالعي مع الزفير. طيب هلأ حاولي تخلي الطاقة اللي عندك تتوجه لورا، وإذا ركزتي على الزرار يمكن تنفك بتأثير الطاقة الإيجابية اللي عندك. شو بدك تعملي نازلي؟ حاولي أكتر من هيك بلكي بينفكوا معك. يلا نازلي لسه زرين، بس ينفكوا هالزرين رح تخلصي من هالفستان هاد. بقي بس اثنين رح نخلص، طولي بالك. سطحي وجربي بلكي بيمشي الحال. يلا بس ارفعي حالك. يا رب معقول عروس تتبهدل هالبهدلة يوم عرسها وتنحبس بفستانها لأنها ما قدرت تفك الزرار؟
رح شقه وكبه بس خلص. ما رح تزبط معي هيك، مستحيل. يا الله، لازم فكه، لازم فكه مشان ما احتاج فريد بيك وانزعت بنوب. معقول انا سمنانه كمان؟ لك ايه، احسن شيء اني اتصل بفتون، خليها تجي وهي بتفك زرار تعبت. رجعت خربطت. صحيح. لهيك شو يلي لازم اعمله؟ بشرب كاس. انا رح عيده. رجعت خربطت. عادي، كل الناس بيخربطوا. صبيلي لو سمحتي. عزيز، بكفي. لا، أنا حابب أشرب اليوم. لا، بعتذر منك، أنا آسف. عزيز، لا تفكر فيه. نازلي وفريد بيحبوا بعض وتزوجوا، هذا هو الموضوع. لا 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 تقولي هيك ابدا. ليش لحتى ما اقول هيك؟ هو هيك. ليك، فريد ونازلي كانوا بيحبوا بعض، ليش ما عم تصدق؟ حاولت تمنعهم وما زبطت. خلص اتركهم بحالهم لحتى يعيشوا حياة سعيدة، وانت عيش حياتك. لا تعمل بحالك هيك لو سمحت. انتي برايك رح يخلص وجعي ويروح؟ مستحيل. طالما هيك روح سافر لبعيد، او روح على شي مكان غير جو. عزيزي اللي بعرفه مانو هيك، هداك كان كتير بحب الحياة وبيسافر على 3 بلدان بيوم واحد وما كان يهمه. لا لا، مرات كانوا 4 باليوم. ها، هذا عزيزي اللي بعرفه. شوف شو بدي اقلك، انا في عندي اقتراح حلو. ليك، في فرقه مغربيه وانت بتحبها، هي الفرقه في عندها حفله بفرنسا، وفي معي تذكرتين للحفله. مفاجاه. لا يا عن جد، مبروك. حتى منروح بعد الحفله اذا بدك على فرنسا الجنوبيه، ومن هنيك على اسبانيا والبرتغال. ايه، وإذا بدك منروح على إنجلترا كمان. خلينا ندور شهرين ومنرجع. قلي، مو حلوة الفكرة؟ شو؟ بروح. كيف يعني؟ منروح. عن جد عم تحكي؟ عن جد. خلينا نروح من هون. أنا شربت مشروب وانتي اللي دختي منه. لك كمان ما حدا بيسأل عني إذا نشف حلقي ولا لا. لك مين أنا؟ حاسة حالي مثل الروبوت. بلكي إذا أكلت وانتفخت هلأ يطق الفستان وأخلص منه. منجرب. يلا كلي لشوف يا أحلى عروس بالكون. كأنك حابة الفستان؟ هو كتير كمان، ولهيك لابسته لهلا. فريد، تعال كول. لا ما بدي، أنا ما بحب تقل قبل ما نام أبداً. تصبحي على خير. صراحة ما قدرت أشلح الفستان لأنه العراوي تبع الزرار ضايقين كتير، وحاولت بس ما زبط معي إنه أشلحه بنوب، لهيك وضعي صعب. يعني بدك مساعدتي؟ للأسف. نعم؟ عم قول فريد إذا فيك تساعدني وتفك لي هالزرار هاي. طبعاً أكيد، يلا رح أجي فوراً. أوه،
والله كتير كبار هالزرار هدول. على فكرة شفت كتير زرار بعمري، بس مثل هدول ما شفت. أنا ما بيهمني شو شفت بحياتك، لهيك لا تقلي بنوب. شوف إذا فيك تفك هالزرار بدون حكي. إيه هي شغلتي، رح فكهم فورا. ممكن ضل عم آكل أنت وعم تشتغل؟ طبعا أنت خدي راحتك وكلي، لأني شكلي مطول بفكهم. يلا كلك لقمة، اطلع على حالك. أنا منيح. كيف منيح؟ أنت من الصبح ما أكلت شي، بيصير هيك؟ لا تخافي علي، بس شو كنتي عم تقولي؟ كنت عم قلك لوين بدنا نروح، يعني كيف رح نقضي هاي العطلة، وشو هو الشي اللي بدنا نعمله. ورح نسافر لكم بلد ونرفع عن حالنا شوي، وبتكون عطلة غير شكل ورح ننبسط فيها. عطلة؟ ايه عطلة. طيب رح تنفعني؟ أكيد عزيز، حتى كان عندك صديق اسمه علي جوناي بفرنسا، شو رأيك نزوره؟ ايه لك شو أخباره هاد؟ ما بعرف، خلينا نروح، شو رأيك؟ والله ما بعرف. شو ما مفكوا؟ هالزرار عنيدين كتير مثل صاحبتون. على الأغلب إنه ضل بفستان العرس طول عمري. عادي، الشي الحلو بقى إني ما بشيل هم اللبس بنوب. لو سمحت ضروري تخلي إيدك هون محطوطة، يعني عم حاول فكهم نازلي. يعني ضروري ايدك تكون هون لتفك؟ هلا مفهوم انه لازم تستمد دعم مني بهيك وضع، بس بالاول. بس ثانية لا تحكي، اهدي شوي، بس ثانية ورح يمشي الحال، خليكي هيك لا تتحركي. فريد مشي الحال، صار فيكي تشلحي الفستان. شكرا كثير فريد. لا لا، وهلا صار فيني اخلص من هالفستان واشلحه بقى. تصبحي على خير. وانت بخير، شكرا لك. أبداً راكان، معك حق مبين عليكي خير، كأنك بكياني، شو الموضوع؟ شو ما بتعرف راكان، مانك شايف إنه رح ياخدوا بدر ابن أخي مني؟ هو الوحيد اللي بقيان لي من ريحة أخي، وغير هيك أنا تعودت يكون معي على طول. ولا هن رح ياخدوا مني كل شي بعد ما صار بإيدنا، يعني رح تروح كل أحلامنا اللي حلمناها واحد ورا الثاني، وبدر أهم. عن جد زعلاني لأنه بدر بده يروح. أكيد، وعلى كل شي طبعا. تعي لهون يا روحي، لا تزعلي ولا على بالك، لسه ما صار أي شي، لسه الموضوع ما خلص وما منعرف شو رح يصير الصبح. يلا نامي وارتاحي شوي، مو أحسن؟ يلا تصبحي على خير. أوف.
تلاقي الخير. الحمد لله أخيراً ارتحت منك. تفضل. قلت قبل ما أروح نام بسألك إذا بدك شيء. نوب، كل شيء موجود عندي. خلي هذا هون، بركي حبيتي تقري. كتير حلو هالكتاب. شو قاريتي من قبل؟ لا، بس ممكن بلش فيه اليوم. وأنا بنصحك فيه. شكراً كتير إلك، مشان الكتاب هاد وهالأوضة كمان. العفو، ما لها محرزة. بدك شي؟ بدي سلامتك. سكره؟ بدي ارفع دعوة بأقرب وقت مشان اخذ وصاية بدر منهم. بدي الموضوع يخلص، اعمل المطلوب بسرعة. شكلها مو نايمة أبدا. منيح إنك جنبي، خليك هيك ممكن. نازلي لساتك نايمة؟ يلا ما رح تفيقي؟ نازلي انت منيحة؟ شو بكي نازلي؟ ردي علي. اوه مرتفعة حرارتك. شو البرد هون؟ رح اموت من البرد.
طيب قومي لأخدك على المستشفى، يلا قومي. لا كرمال الله لا تكشفني، رح موت من البرد، اتركني. ألو جهاد بيك، صار عنا وضع طارئ. نازلي، إيه زوجتي حرارتها مرتفعة كتير وبردانة كمان، شو ممكن أعمل كحل سريع لحتى نزل لحرارتها؟ دوش فاتر. شو؟ طيب فهمت عليك، إيه ماشي، مع السلامة. أنا سمعت اللي قلته بس أصحكت، فكرت أعمل هذا الشي مو رايحة بنوم، رح أموت تحت الدوش. ها أعمل لك بردانة، اتركني فريد. ما بدي ما بدي. فقت صباح الخير. صباح الخير. هي قهوتك مشان تصحصح. صحتين عزيز. انت عملتي فطور؟ انت لازم تفطر قبل ما تعمل شيء. حتى نظمت كل جدول اليوم كمان. هلا رح روح على وكاله السياحه وهنيك رح شوف شو في رحلات ولوين وكل هاي القصص، ورح احضر قائمه بالاماكن اللي رح نروح عليها ومنقيمها مع بعض. يلا تعال. ما بدك تاكلي؟ أنا مو جاي على بالي إفطار. أنت يلا روحي، لازم روح بالأول على البيت وبعدين على البروفا. يلا صحتين، بشوفك. أنت عم تعذبني وأنا مريضة، مو بموت وما بخليك تشلحني روبي وتيابي. شو هالحكي اللي بلا طعم يا نازلي؟ لا تخافي، رح شلحك الروب بس رح تكوني لابسة. والمي ما رح تكون باردة، يعني رح تكون فاترة، يعني لا حامية ولا باردة. يلا. لك أنت أكثر واحد عديم الشفقة عرفته بكل حياتي. شو أنا بدورة صاعقة؟ أقول لك إني بردانة كثير. أنا مو مريضة، أنا بردانة، لك افهم بقى.
نفع الحمام ما هيك؟ أنا أعطيتها إبرة خافض حرارة تحسباً لأي شيء وهلأ وضع منيح، بس لازم تفحص حرارتها كل شوي، وإذا شفت الحرارة عم تطلع جيب على عيادة. طيب دكتور شكراً لك، يسلم. عفاية. شكراً. خليك أنت، ما في لزوم بخاطرك. من شو صار فيكي هيك؟ ما بعرف. منيح أني لحقتك بالوقت المناسب. مرة تانية لا تفوتني على الحمام بدون إذني إذا سمحت. كانت حرارتك 40، أنا شو بعمل؟ شو يعني؟ إلا تفوتني على الحمام غصب وتشوف تيابي مبللة؟ بس أنا عملت تدخل طبي وما انتبهت على تيابك المبللة أبداً. تدخل طبي قلتلي؟ إيه تدخل طبي. بس طالما ما بدك إنه أتدخل فيكي أبداً حتى لو عم تحترقي رح صير ضير ظهري وروح. بدي روح، أنا مليت. مو قال لازم ترتاحي؟ سمعته بس ما بقدر نام، ما بقدر لأنه داخلي كتير بهالأوضة هي، عم اختنق. روحي عم تختنق. أنا عم حس إنه في شي كابس على نفسي من قعدتي فيها. من اليوم ورايح أنا لازم نام بالصالون تحت، بركي عم انظر الحديقة برتاح. طيب أنت تحسني شوي وانزلي لتحت، بركي منشوف شي فيلم حلو. فيلم؟ وأنا وأنت؟ فيلم كل النهار بالبيت، وبالنسبة للناس نحن بشهر العسل. عندك فكرة أحسن؟ لا، فكرة الفيلم حلوة كتير. طيب أنا تحت، ارتاحي هلأ. ارتاحي هلأ؟ لا، وعم يحكيها بصيغة الأمر كمان العمى. ايه بس مو مشكلة، فكرة حلوة. مين هاد سامي بياع السمك؟ أنا ما بعرفه. بده يقول للمدام الحمد لله على السلامة. على شو؟ ما فهمت منه؟ قال بده يعتذر للمدام على اللي صار معه هداك اليوم. جنني هاد. طيب فوتوا لنشوف شو قصته. حاضر. اخترت فيلم. في عنا ضيف؟ مين هو؟ تعرفي لسامي؟ أهلين قبطان سامي. أهلين فيكي، كيفك؟ مرحبا فريد بيك، لا تواخذني عم بزعجكم. جيت اطمن على نازلي واتمنى لها شفاء. والله أنا كنت رح جن لما سمعت إنك انحبستي بالثلاجة. لك أنا لما بيخلص دوامي بطفي موبايل الشغل وبروح، لهيك ما حدا بيقدر يوصلي. أنا بضل بنبهه للشباب كمان بس ما فيهم ولا واحد في عقل. بصراحة فكرت الولد سكر الباب عليكي بس طلع مو هو، ولك أنا هذا اللي رح يوقف لي عقلي. قلت بجوز اجت وراحت بهالسرعة، وقلت بعقلي كمان يمكن بدها تلحق كتب الكتاب. حتى أنا اتضايقت لأنه راحت فجأة وما ودعتني، بعدين قلت بعقلي ما بيصير أزعل منها لأنه اليوم عرسها. مو مهم قبطان سامي، نفت من هالموضوع وبتصير هالشغلات. أنا الحق علي، ما كان لازم أجي لعندكم بيوم عرسي أصلا. أنا عن جد كنت مفكر إنك طلعتي، وكتير اتضايقت لما عرفت، ولسه لهلأ مزعوج. الله ستر وإجى عزيز بيك لهنيك وخلى الحارس يفتح وأنقذها للمدام. ألف الحمد لله على السلامة. الحمد لله تجاوزنا هالحادثة هي. بس ليك سامي، من هلأ ورايح دير بالك منيح. طبعا رح دير بالي منيح يا بيك. قبطان سامي تفضل خليني شربك كاسة شاي. شكرا كتير، ما بدي ازعجكم أكتر من هيك. اتشرفت بمعرفتك فريد بيك. يلا نازلي، سامحيني ها. ولا يهمك، بسيطة. سامحني يا بيك، بخاطركم. الله معك. وليش ما خبرتيني نازلي؟ حاولت بس انت ما عطيتني ولا فرصة. ما عطيتك ولا فرصة؟ هالشي ما بده فرصة بينحكى دغري. مو معقول اللي عم تحكيه. احكي انه عزيز انقذك، وهلأ صار واضح الي انه اللي صار معك بالتلاجة كان سبب ارتفاع حرارتك اليوم. وانت ليش عم تبالغ كل هالقد؟ حادث بسيط ومشي الحال. حادث بسيط مو؟ انت كيف عم تقولي هيك؟ يلي صار معك
كتير خطير وما منعرف مين اللي سكر الباب وانت جوا. بدك تقلي سكروه بشكل مقصود؟ احتمال، كل شي وارد. بدي روح على المطعم اليوم، يعني الكل بيعرفوا انه نحن باسطنبول ومنه بلتقي برفقاتي وبنتغدى مع بعض. على اساس نشوف فيلم. ماني حابة اشوف فيلم هلا. نازلي الصبح كنتي رح تموتي من الحرارة، ما بيصير تروحي على محل. لا بيصير وبدي روح. طيب خلاص انا رح وصلك. اصلا انا كان بدي امرق على الشركة، عندي كام شغلة وبعدين بروح على المطعم بجيبك ونرجع. ممكن؟ موافقة. بيك؟ عثمان بيك؟ أهلا وسهلا، شرفتنا. شو هالمفاجأة؟ زوجتي فكرية، بقدم لك فريد بيك. معقول ما أعرفه؟ حتى نازلي بعرفها. تفضل اقعد معنا. في عندي كام شغلة جوا، معلش نخلي هالقعدة لوقت تاني. بس ما بيصير هيك فريد بيك، هلا انسى الشغل، انت عريس. أنا كتير معجبة فيك وبمدامتك، ولهيك حابة أشرب معك قهوة ومع نازلي خانو لو سمحت. نازلي معلش تجي شوي. عثمان بيك ومدامته حابين يشربوا القهوة معنا. تعي حياتي. مرحبا. أهلين، تفضلي. أهلا وسهلا. عثمان بيك وفاتن خانو، شرفتي. حابين إنه يشربوا القهوة معنا. إيه بس والله عندي شغل كتير، أنا بعتذر منكم. عيب حبيبتي، بعدين المدام فاتن معجبة فيكي كتير. إيه؟ فيني أنا؟ تعي عدي هون. ايه وحتى زوجتي بتتابع اخبارك بالمجلات، ومبارح لما شافت خبر زواجكم قالت لي عثمان تعال شوف قديش لابين لبعض. صح والله هيك قلت له. ليش نشروا اخبارنا بالمجلات والجرايد؟ هيك مبين. طبعا ما رح تعرفوا لانكم مشغولين بشهر العسل. صحيح، وغريب تكونوا بشهر العسل هون كمان. ايه بس نحن فتحنا المطعم من جديد وقلنا لحالنا لازم نهتم فيه ومنأجل شهر العسل للصيف الجاي. ايه لانه انا هيك بدي من سنين، وانا بقله لفريد بيك لازم تتزوج، بكفيك هيك ومشي الحال. ما كنت مفكرة انه نتزوج بهالفترة وكنت رح أأجلها، بس هو أصر علي انه نتزوج. ما فيني ضل يوم بعيد عن حبيبة قلبي. روح قلبي. ليك ما أحلاهن، ما هيك عثمان؟ كتبوا بالمجلات انه الطباخة سرقت قلب فريد عن طريق معدته، بس لا تهتمي كتير، لابقين لبعض وبتطيروا العقل. هيك كتبوا يا مدام. شكرا فاتن خانم، بس نحنا في عنا كام شغلة جوا، خلوا القهوة لوقت تاني، لازم نخلص شغلنا هون ونرجع على البيت فورا، بتعرفوا. ايه طبعا، خدوا راحتكم. طبعا معكم حق. حياتي انت لا تروح اقعد معهم. مو حلوة، هلأ انت خليك قاعد معهم واشربوا القهوة مع بعض لبين ما حل كم شغلة جوا وارجع. يا نازلي لا يا روحي، مو حلوة تروح اقعد معهم، عن جد ما بدي مساعدتك، ما بضل دقيقة بلاي قد ما بحبني، عن جد عيب. خليك مع الجماعة لو سمحت. دقيقة وبتكون القهوة عندكم. نازلي انا شوي وجايك. يا روحي الحنون، الله لا يفرقنا عن بعض. عن جد انكم بتجننوا لابقين لبعض. كيف لقيت هالزواج؟ بياخد العقل. خلي هذا معه. صحيح بشير، شو صار بموضوع التلاجة؟ حليناها، انت لا تقلق بنوب، وهلأ الشباب عم يتصرفوا. طلعت الكاميرات معطلة هنيك، يعني ما في اي خوف، وجهزت خطة تنقذ المدام ديما، انت لا تقلق. جد؟ اللي كيف بقى؟ يلا روح اشربي سخن كمان زيزفون، كرمال الله انا ما عاد فيني اشرب، حاسه حالي رح اكرهها. ولاني بعرف هذا الحكي انا نوعت وجبت لك شاي طبيعي، اشربي. اكيد طبيعي فتون. اكيد. يسلم هالايدين. صحتين وهنا. اهلين وسهلين يا صهري. أهلين. المدير. اهلين فيكي فتون. خير؟ شو راحوا رفقاتك؟ ايه راحوا، على فكره حبوكي كتير. وانا هيك والله، هي مشاعر متبادله. أهلين قبطان، سلامي خير. مرحبا نازلي خانو، سلامات فريد بيك. هذا اسمه شعبان، إجا منشان يحكي شغلة. قول شعبان. يا نازلي خانو، أنا اللي سكرت الباب عليك. أنت سكرته؟ ما بعرف إنه جوا، والمعلم سامي بيضل يقول سكروا باب التلاجة ما بيصير يضل مفتوح، ولما شفته مفتوح سكرته، لو بعرف ما سكرته بنوب. لا تكون عم تكذب. أعوذ بالله أخي، والله هذا اللي صار، وبعتذر لا تؤاخذني. الاعتذار ما رح يسكر هذا الموضوع. تخيل انه ماتت هنيك، بتقول للشرطة انا بعتذر بوقتها؟
والله أنا ما كنت بعرف يا بيك، لا تسلمني للشرطة بترجاك، والله أهلي بيموتوا من الجوع. طيب خلص شعبان، ما رح نسلمك لحدا، بس لو سمحت كون حذر وتأكد قبل ما تصير تسكره. أمرك. نازلي خانو، فريد بيك بعتذر منكم مرة تانية، نحن خلينا نمشي، يلا بخاطركم. ولا يهمك قبطان سامي، بس فهموا القصة. امشي. عن جد كان الموقف كتير بشع، ألف الحمد لله على سلامتك. ايه عن جد لو تأخر عزيز وما راح لهينيك ابصر شو كان صار بوضع نازلي. يلي بضحك بهذا الموضوع انه كل الناس فكرتني عم اهرب من العرس، ليكي على هالقصة. معقولة؟ ليش لحتى اهرب؟ ايه صح، يعني ونحن استغربنا لانه نحن نعرف انه الحب يلي بيناتكن هو حب كتير كبير. ايه اكيد حبهم كبير. بعدين لا تزعلي كتير من هالحكي هاد، لأنه الناس بحبوا يحكوا على الطالعة والنازلة كمان. بالنهاية أنت وفريد اتزوجتوا عن حب وكتير لابقين لبعض، تتهنوا. عزيز أهلين وسهلين. أهلين فيكي. كنت عم خطط للروحة. عرقان بدايك. روحي أنا رسمت خطة للرحلة والحفلات، بس لازم تشوفها، بلكي بدك تغير. طيب بتحمم وبيجي. عزيز التطليعة ما بتاخد منك وقت. عليا قلتلك عرقان شبكي. ايه امتى رح نفرح فيكن؟ حلو سؤالك وكتير كمان. ايه امتى فتون خانو؟ انا يلي رح اقول؟ يعني انا شو بدي اقول سعيد؟ واضح انه فتون متردد شوي بقصة زواجنا. لا مو قصة تردد حبيبتي، لو سمحتي بلا هالاعذار. الحقيقة التردد ما له علاقة بالموضوع، اذا كنتوا متأكدين من حبكن لبعض كتير برأيي ما بدها تفكير. نحن تجوزنا ومبسوطين اليوم، مو هيك حياتي؟ مزبوط حياتي، وأصح قرار أخذته بكل حياتي هو زواجنا. تعرفوا شو يا حلوين؟ عن جد شي حلو إنه قدرتوا تتفاهموا هيك وتوصلوا لهون بهالوقت. فهمنا بعض بأول 3 ساعات فتون، يعني وقت أخذنا القرار. سعيد شوف كيف عم يكملوا جمل بعض، عن جد هالشي كتير حلو، ما بياخدوا العقل بالله؟ طبعاً طبعاً شي حلو بياخد العقل، يعني لما بشوفكن فرحانين ومبسوطين هيك عن جد أنا بصير متشجع على الزواج أكتر. إيه والله معك حق، بس ما لازم نستعجل أبداً. ليك سعيد هي مانا مترددة بس حابة تدلل شوي، تركها لفتون على راحتها، القصة بدها صبر. ما أنا مثلك صبرت عليها كتير وأخذت مكافأتي بالنهاية. وأنا المكافأة؟ أنت كل شي بالنسبة لي. عزيز قلي هلأ بدك تروح معي ولا ما بدك تروح؟ عليا
سؤالي بسيط كتير. المونة اللي بيننا بتسمح لك تقول، لهيك فيك تقول جواب صريح اليوم. رح تروح ولا ما رح تروح؟ عليا لو سمحتي أهدي. ما بدي أقعد بنوب، جاوبني خليني أمشي. ما رح أروح. أنا ما بدي أقضي العطلة معك. وما بدي أترك هالمدينة. ولا حتى أكون حبيبك بنوب. وشو بتسمي اللي صار؟ والدني؟ امبارح ما كنا أنا وياك بنفس التخت؟ أنت ما عانقتني للصبح؟ شو صار؟ مو متذكر. معك حق. وأنا آسف. شو بينفع أسفك؟ هاد كل اللي فيني أعمله. ما فيني غير أعتذر منك. يعني أنا مجرد خطأ بالنسبة إلك ما؟ عليا. طيب أنا ما قدرت أسعدك، بس بحبك لنازلي ما رح تكون سعيد كمان. أنت رح تبقى تعيس كل حياتك عزيز. وبتعرف شو؟ أنت مجنون. خسرت عليها يلي كانت رح تطالعك من كل هالتعاسة. بعد اليوم اعمل اللي بدك إياه. إنه نحن طلعنا وغيرنا جو شوي وشفنا ناس منحبهم وبعدين رجعنا. إيه ونفعنا تغيير الجو. هو هيك. إيه خلينا ننام جوا. ننام؟ يعني أنا بدي نام. ولهيك تصبح على خير. تلاقي الخير.